مثلا الميه تتزحلق. كفايه ان حجزت مثلا، انا دخلت الحجز النفر ب 5 جنيه، دخلت فعلا دافع 20 جنيه، مفيش اي حاجه تاني ولا استغلال ولا شمسيه تلات قدامي ادفع 10 هات 20، الكرسي نزل بكذا، لا انت ليك كرسي، ليك شمسيه، ليك كذا، ليك كذا، معروفه، حجزت تمام تمام. بالنسبه للحجز، بالنسبه للاول خالص عشان انزل الميه دي ممكن عايز مثلا 150 200 جنيه، ودخلنا وبتحدد السعر اللي انت عايزه، يعني السعر نفسه بتاع الشاطئ، عايز مثلا تذكره غاليه في ب 25، في 15، في ب 5، وفي المجاني خالص. فانا حجزت دوت ودخلت الرقم القومي والبريد الالكتروني بتاعي ورقم التليفون وحجزت وعدد الافراد تحتي، مفيش اقل من 3 دقايق جت المسج برقم الكود بتاعي، والجيت فعلا دخلت كلمتهم دوت، دخلت دوت، دخلت على البوابه وريتهم الرساله، دخلت الحجز وتمام. واحنا داخلين الصبح قصرنا الحراره وقعدنا في مكاننا وكان في تباعد، يعني بصراحه الخدمه حلوه وكفايه اللي هي اونلاين من البيت، جينا لقينا الشمسيه بتاعتنا موجوده فاول يعني على اول الشط ما تعبناش واحنا داخلين بصراحه. انا حجزت فعلا اونلاين باسمي وعدد الكراسي وبرقم بطاقتي وتم الحجز، كان الساعه 10 وربع طبعا، في خلال 48 ساعه المفروض الحجز يبقى اجي اخده تمام، بعد 10 وربع بيتلغى الحجز، فانا بعد 10 وربع بيتلغى الحجز، يعني المفروض 48 ساعه قبل الحجز مسموح بيه بس. فانا حجزت بالفعل وجيت، كانت اول حاجه بقى كنت خايفه يكون الوضع اصلا مجرد كلام على النت يعني، بس انا فعلا جيت لقيت الحجز باسمي موجود برقم بطاقتي واخده رقم الحجز بتاعي ولقيت عدد الكراسي بتاعي. اول ما دخلت من على الباب صراحه بمنتهى الاحترام، اول اجراء احترازي طبعا الكمامه، وخدت كيس للباسكت وكده للمهملات بتاعتنا. نزلنا الصراحه قال لي حجز الاونلاين، حضرتك حجزه من يوم الاربعاء، فده حجز اول صف. ولقينا فعلا في ديستانس ما بين الشمسيات وبعضها، يعني ما لقيتش الزحمه اللي شايفه بقى. هل فعلا عاده اسكندريه لاستقبال الاسر من جديد؟ لا فعلا، يعني انا حتى كمان سمعت جمله عجبتني جدا اول ما دخلت، يا جماعه الحجز للعائلات فقط باطفالهم، يا ريت مش عايز اي حجز فردي او اي، طبعا دي حاجه كويسه جدا، لان معنى كده اللي جنبي عائله وهنا عائله فاكيد هيبقى المستوى الاجتماعي كويس جدا، وهيبقى فيه كمان وضع آمن للأطفال. أنا شايفة كل الفريق موجود على الشاطئ، اهتمام بالأطفال اللي في المية، المسافات اللي عاملينها ما بين الشماسي وبعضها، الحواجز اللي عاملينها على المية لأن في موج شوية النهاردة، فمتابعين جدا على المية، لا حد طلع بره الحبل بينادوا عليه. فأنا شايفة إن فعلا فعلا يعني النهاردة أنا شفت، ودي أول مرة أنزل على الشاطئ النهاردة، لا في اهتمام جامد جدا، أنا بشكرهم عليه الصراحة.